أكدت الحكومة السودانية التزامها بتسهيل عمل منظمات العون الإنساني لمساعدة المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب في وقت أعلنت فيه المفوضية الأوروبية بدعم مؤتمر المانحين الذي سيعقد في السودان في أبريل 2020. وأعلن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خلال لقائه بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل مفوض إدارة الأزمات جانيز لينارسيك حرص الحكومة على ترقية وتطوير المنظمات الوطنية العاملة في المجال الإنساني. وأكد جانيز سعي المفوضية الأوروبية لزيادة مخصصاتها للسودان، كما أكد التزام المفوضية بمقابلة احتياجات السودان على المدى القصير والمتوسط. ورحب مفوض إدارة الأزمات بخطوات الحكومة الانتقالية في تسهيل عمل منظمات العون الإنساني، كما أشاد بالمرونة التي أبدتها الحكومة لوصول المساعدات في المناطق المتأثرة بالحرب والنزاع. وأكد المفوض التزام المفوضية الأوروبية بدعم مؤتمر المانحين الذي سيعقد في السودان في أبريل 2020.